أكيد النهاردة كلنا شفنا مباراة الهلال والتعاون انتهى بنتيجة 4-0، نتيجة ثقيلة على نادي التعاون اللي كان قبل كده بيتمرنوا كارتيرون قبل بعد قبل ما يرجع للزمالك في الولاية التانية. ده أكيد عارفين دي نبذة، أكيد حد كان عارف إن التعاون كان بيدربه كارتيرون. عامة إيجالو بيسجل هدفين وديجالدو بيسجل هدف وقحطاني بيسجل هدف، 4 أهداف كانوا رائعين جدا. وكمان اللي لفت انتباهي واللي استغربته جدا ازاي نادي كبير زي نادي الهلال في الدوري السعودي يبقى المركز الرابع. نادي الهلال متعودين ان هو نادي كبير وبيحصد كل البطولات، لكن هو يبقى في المركز الرابع دي حاجه غريبه شويه. ومصدر الدوري حاليا هو نادي الاتحاد. كمان شفنا الحارس سانتوس البرازيلي اللي كان تصدى كور كتير جدا، لولا تصدياته كان ممكن الهلال يزيد عدد الاهداف ويبقى ماراثون تهديفي. 4 أهداف كانوا كفايه على التعاون الماتش ده. رامون دياز بيحاول يرجع قوه الهلال ويخليه من تاني ان هو متصدر الدوري. دي كده صراع شديد جدا بين النصر والهلال والاتحاد على المركز الاول. نتمنى نشوف صراع حلو زي كده في اي دوري، في الدوري المصري كمان نتمنى نشوف صراع زي ده. لكن الصراع هناك لا، الصراع بيبقى صعب، والانديه كبيره وانديه بجد بتستمتع لما تشوف لعب بالكوره بتاعها. بس كده بكم فيديو جاي.